خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه. معكم المحل تقني جوزيف ظهري من شركه تكمل. قبل بدايه هذه الجلسه حاب اتكلم شوي صغير عن مخاطر سوق الفوركس واسواق العملات الموجوده عندنا على منصه التداول. طبعا بتكون تعرفوا انه الخسائر ممكن تتجاوز مبالغ الايداع الاولى. طبعا الريسك موجود بسوق الفوركس او بسوق العملات وباسواق المال على بشكل عام، لانه طبعا النتيجه بتاخذوها بشكل مباشر على حسابكم او على راس مالكم اللي عم تتداولوا فيه، وهذا الفرق بينه وبين استثمار اخر اوكي او اي نوع بزنس اخر. بالنسبه لنا وطبعا بهذه الجلسات الصباحيه عم نشرح فيها بعض التحاليل التقنيه البسيطه اللي ممكن يكون عم تمر امامنا او فرص الاستثمار اللي ممكن تكون عم تمر امامنا بالنسبه للرسوم البيانيه. طبعا يعني كتحاليل يوميه وعم نستعمل امور بسيطه مثل خلينا نقول شموع اليابانيه جابانيز كاندل ستيكس، عم نتكلم على النمط الاحتوائي انجلفينج باترن بيرسينج باترن، عم نتكلم على هول الامور البسيطه بالنسبه للتحاليل التقنيه خلينا نقول الابتدائيه، ولكن عم نقدر نرجع نستفيد منها ومن خلالها عم نقدر نرجع نستخرج فرص استثمار. هلا نحن بتعرفوا بشكل يومي بنمر على الاجنده الاقتصاديه وبنمر بنشوف اذا يعني عندي بعض البيانات اللي ممكن تصدر عنا بجلسه اليوم بشكل اذا بدكم يعني التاثير تبعها يكون مرتفع على السوق. صباح الخير استاذ علي، واهلا وسهلا فيك استاذ ربيع الجمل، اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه. لكن طبعا بالنسبه لنا استعمال التحاليل التقنيه البسيطه اللي ممكن تكون عم نطبقها على الشموع اليابانيه ممكن تكون عم تفيدنا لنستخرج بعض فرص الاستثمار من السوق، ولكن اليوم رح نقدر نحلل شوي صغيره اكثر وابعد وننظر لموجات اليوت واستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت واكسبانشن كمان نقدر نحدد بعض فرص الاستثمار دقيقه اكثر من الايام الاخرى. ولكن في البدايه طبعا بدي مر على الاجنده الاقتصاديه. الأجندة الاقتصادية اللي هي الإيكونوميك كالندر اللي منشوفها طبعاً أمامنا لازم نمر عليها بشكل يومي وبشكل روتيني كرمال نشوف إذا عندي بعض الأخبار المهمة اللي ممكن تصدر عنا لنقلص إذا بدكم من المخاطر أو نخفف الريسك الموجود عندي بسوق الفوركس، وأقدر حدد إذا عندي أي أخبار أو بيانات على العملة الرئيسية اللي عم نتداول فيها أو على السلعة المعينة، ساعتها أنا بعرف حدد وقف خسارة وأستعمل ستوب لوس. وطبعاً يعني التريدينج بده يكون شوي دقيق بالنسبة ل إذا بدكم الايام اللي عندي بيانات على العمل المعين او الزوج المعين عم بعمل تريدنج فيه. اهلا وسهلا بالجميع، صباح النور استاذ محمد، اهلا وسهلا فيك. لكن بالنسبه لنا طبعا اليوم بجلسه اليوم عندي على ستيرلين دولار جي بي بي يو اس دي عند الجي دي بي، طبعا هذا يعني اخبار مهمه جدا لانه ايضا يعني الخبر او البيان عنده ثلاث نقاط، وهذا طبعا بيصنفه كخبر مهم جدا المانيفاكتشرنج برودكشن ايضا والمونثلي جي بي بي، فممكن نشهد بعض التقلبات الضخمه على ستيرلين دولار، ونحن عندنا مراكز على الجي بي بي يو اس دي مراكز بيع داخلين بنصف عقد مراكز بيع من مستوى ال 127.66 طبعا فيها ارباح هلا 155 دولار ولكن نصف عقد، وهيدي طبعا بالنسبه للبيانات اليوم لازم نكون منتبهين بالنسبه لوقف الخساره عارضينه على مستوى ال 128.10، وبهيدي الحاله اذا بدكم اختراق هذه المستويات نتوقع اغلاق المراكز ونتحمل الخسائر. هلا ان شاء الله لا طبعا ونبتدي بالارباح ونجني الارباح اكثر. هلا بالنسبه للدولار الامريكي عندي اليوم بعض الاخبار منها كثير مهمه، ولكن كثره الاخبار هذا الشيء طبعا بخوفني من اذا بدكم سبارك او محرك او خليني نقول مثل تحركات مفاجئه موفمنت مفاجئه بالسوق ممكن نشهدها ان كان على الاويل لانه عندي كرود اويل سبيكيوليتيف نت بوزيشنز، وايضا عندي على الجولد وناتشرال جاز وكل السلع الموجوده عندي. فعندي بعض الاخبار طبعا منه شيء كثير مهم بالنسبه للدولار الامريكي، ولكن يعني منه مباشر التحرك او اذا بدكم البيانات منه تاثيرها مباشر على الدولار الامريكي. خلينا نبتدي في البدايه قبل ما نرجع نشوف اذا بدكم الرسوم البيانيه اللي شو ممكن نتوقعها بالنسبه للاس بي 500 وطبعا الجولد واليورو كاد ومعظم العملات الرئيسيه. قبل ما ندخل على هذه الصفحه بالذات حاب انه ابتدي بزوج اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده اللي هي من خلالها طبعا عم نقدر نستهدف او نقدر نستخرج بعض فرص الاستثمار لنا اكثر من ثلاث او اربع اسابيع لورا. هلا بالنسبه لدخولنا بالمرحله الافقيه على اليورو دولار ومن اخر قاتم تسجيله عندي 112.04 ده طبعا هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا 115.26 هذه المستويات المنتظره كانت لا طبعا نقدر يعني نحدد هذه الموجه اذا هل يا ترى هي موجه تصحيه ولا لا. بالنسبه لموجات اليوت ومن اخر
قمة لآخر قاع. طبعا هذا الانخفاض يلقب بانخفاض إذا بدكم تصحيحي، وعلى الرسم بين الأسبوعي وهذه الشمعة اللي أعطتني نمط إيجابي، خليني أقول اللي هي الانجولفينج باترن أو النمط الاحتوائي اللي أعطتني إشارة إيجابية، نتوقع كنا أنه الهدف تبعنا هي القمة اللي انخفضنا منها. على طول بتعرفوا أنه الأنماط الاحتوائية أو الانجولفينج باترنز تعطيني هدف أو تارجت تبعها اللي هي آخر طب نزل منه السوق أو آخر قمة انخفض منها طبعا اليورو دولار. هلا بالنسبة لهذا الارتفاع وبالنسبة لأول موجة تصحية سجلنا قمة ال 114 تقريبا 50، هذه المستويات المنتظرة اللي كانت أول موجة تصحية اللي تلقب بويف أي، ومن ثم دخلنا بمرحلة أفقية بامتياز سايدويز موفمنت اللي تتضمن ثلاث موجات اللي هي طبعا انتهت كرد مستويات ال 112.80 ورجعنا ابتدينا بالارتفاع. هلا بالنسبه لجلسه اليوم ممكن تكون خط فاصل بين السيناريو الايجابي والسيناريو السلبي، ولكن نحن لتحديد هذه المستويات لازم نستعمل فيبوناتشي اكسبانشن ونقدر نحدد، خلينا بس نغير لون فيبوناتشي اكسبانشن لنقدر نشوفها بوضوح اكثر، خلينا نحطها باللون الاحمر. اوكي، لكن بالنسبه لفيبوناتشي اكسبانشن بتحدد لي ثلاث موجات تصحيه وممكن تنتهي عندي. اوكي، هلا شفنا ريجكشن على قرب مستويات 100% في بوناتشي اكسبانشن اللي هي تقريبا قرب مستويات 115 20 115 30، ما شفنا اغلاق فوق كثير قوي، يعني المومنتم والزخم الارتفاع اذا بدكم ضعف قرب هذه المنطقه، فهذه المنطقه هي المنطقه اذا بدكم المميزه كانت بالنسبه للريجكشن اريا لليورو دولار، وهيدي المنطقه اللي راح نترقبها بالجلسات القادمه لنشوف اذا ممكن نعمل اشاره انعكاسيه منها ونرجع نبتدي بموجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط. هلا نحن جلسه اليوم هي الفاصل او خط الفاصل بين السيناريو الايجابي والسيناريو السلبي على اليورو دولار، وبالنسبه لهذه الشموع وبالنسبه لموجات اليوت من الواضح ان احنا ممكن نكون خلصنا 3 كوركتيف ويفز، وباستعمال فيبوناتشي من اخر توب لاخر باتم عم نعمل تريدنج تقريبا بمستويات قريبه من 61.8 فيبوناتشي. ما في شك انه ممكن نعمل اكستنشن وامتداد لهذه الموجه قرب 76.4% فيبوناتشي، ولكن نحن بالوقت الحالي رح نكتفي بهذه المناطق الحاليه لنشوف الاشاره. هل يا ترى عندي فرصه استثمار عليها بنعمل تريدنج باليورو دولار؟ طبعا لا، نحن عم نعمل سيناريو مفترض، عم نحدد سيناريو مفترض، ولكن ما عندي شيء مغرج جدا للتداول على اليورو دولار. بالنسبة لاسترليني، ليش اخترت استرليني انا للتداول وليس اليورو دولار؟ استرليني دولار من وراء فلاش كراش اللي حصل، وهذا يعني الانخفاض السريع اللي شاهدناه، ما في شك انه اصبح عندي اذا بدكم بالتحليل التقنية البسيطة عندي اريا اللي هي طبعا سجلتها الويك اذا بدكم او الشمعة بطريقة سريعة. هذه الشمعة او هذا السيناريو اللي تم تسجيله عندي من المتوقع انه يرجع يكون عندي اعادة امتحان وشيء اسمه ريتست لهيدي الاريا او الفراغ اللي تم امتحانه. فانا اتوقع انه ممكن اي بي سي فلات تكون تم تسجيلها عندي، ثلاث موجات تصحيه، وبما انه الاسترليني دولار ما عنده المومنتم الكافي ليقدر يكتفي بويف سي تكون اذا بدكم مرتفعه بعد اكثر من ويف بي، نتوقع انه ممكن يكون عندي شيء على سبيل المثال يلقب بالفولينج واج. الفولينج واج اللي هي طبعا موجه تصحيه وعلى المدى الوسط للطويل، خلينا نقول خليني بس فرجيكم السيناريو اللي كنت عم بتكلم عليه على استرليني دولار، ومن وراء اول موجه تصحيح ابتدينا فيها بابر شانل او بنفق ميل على ارتفاع، هيدي كانت تلقب بويف اي. ما في شك انه ممكن تكون تتضمن انسايد ذا شانل عند 7 سوينج هاي اللي هي خلصت التوب اللي هي تلقب ايضا او تسمى بويف اي او بيج ويف اي. باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت من اخر قاع لاخر قمه، نتوقع انه ويف بي تعمل اكستنشن لزياره مستويات ال 61% او ال 76.4%، فهذه المستويات المنتظره على استرليني دولار بين ال 61 وال 76.4 لنكون قد انتهينا من بيج ويف بي اللي هي ثاني موجه تصحيحيه المضاده. شو يعني؟ عم نتكلم على بيج ويف بي، تمام؟ اللي هي ممكن يكون قاعدة عم تنتهي اذا بتكون قربت تنتهي قرب هذه المستويات، ولكن بما انه الانخفاض بشكل فولينج ويدج، اوكي، او بفولينج خلينا نقول او مثلث ميل على انخفاض، هذا الفولينج ويدج بعد عنده موجه هبوط ممكن يتم تسجيلها لزياده مستوى ال 123 و 122 او 121 اذا عملنا اكستنشن قبل ما نبتدي بالارتفاع. فبالنسبه لنا بعد عندي موجة هبوط لاسترليني دولار من هذه المستويات الحالية اللي عم نتداول بقربها، مش هناك أنا اخترت استرليني دولار لأدخل بمراكز بيع. هلأ في 236 دولار in profit
او ارباح نحن وعم نتكلم هلا. استاذ انتو تكرم عينك رح نمر على الدولار سويس، بس اعطيني شويه وقت. لكن عندي 230 دولار ارباح بالنسبه ل 60 دولار، ومن ثم نتوقع انه يكون عندي امبلسيف ويف اجين، موجه اندفاعيه جديده اللي هي تلقب بويف سي، اقل هون رجع نزور فيها 144 145. يعني بالنسبه لهذا السيناريو وي اكسبكت انه الدولار اندكس يكون بعد عنده فاينل ليج اب او موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد. وبما انه عندي بوزيتيف كورليشن او علاقه ايجابيه بين الاس بي 500 والدولار الاندكس بالوقت الحالي، اوكي ليش بالوقت الحالي؟ لانه الدولار الامريكاني او الدولار الامريكي اصبح عم بيقدم فوائد بحدود تقريبا ال 2.25 او 2.5%، فبهيدي الحاله اصبح يلقب بالهاي ييلد كارنسيز. يعني قديما كان الدولار الامريكي قريب من صفر الفوائد تبعه، واليورو دولار او الاستر دولار كانوا يلقب بالهاي ييلد كارنسيز لانه عم بقدم فوائد اعلى من غيره. ولكن الدولار الامريكي هلا ارتفعت قيمته بالنسبه للانترست ريتس اللي عم بقدمها على الديبوزيتس في الولايات المتحده. فهلا البوزيتيف كورليشن يعني ارتفاع الاندسز الامريكان اندسز او المؤشرات الامريكيه مع الدولار الامريكي ممكن يضعف اذا بدكم او يضعف العملات الرئيسيه ويؤثر بضغط سلبي على العملات الرئيسيه ببعض موجه انخفاض، بعد موجه انخفاض للذهب لليورو للاسترليني وطبعا للاسترالي دولار. هلا بغض النظر عن هذا الموضوع حابب ادخل شوي صغيره على اسعار الذهب قبل ما نرجع ندخل على الدولار السويس. أسعار الذهب عم بتمر بموجة أفقية بامتياز، وهذه المرحلة الأفقية أو التذبذب الأفقي بكل بساطة، أوكي يتم التلقيب تبعها. خلينا نفرجيكم بس الرسم البياني تبع عد موجات إليوت من أول قاعي اللي هو على موقع دايفرسي فاينانس، طبعا عند رسم البياني جاهز اللي هو أيضا كنا حللناه أنا وزميلي ربيع الجمل. فبهيدي الحالة ارتفاع هذه الموجة الاندفاعية مبينة امبالسيف من الارتفاع اللي هي تلقب ب 1-2، وأيضا موجة رقم 3 تضمن بخمس موجات. موجة رقم 1 عندها ليدنج دياجونال 1-2-3-4-5 ويف 2 ويف 3 4 5. هلا انتهينا من الموجه الثالثه الاندفاعيه، وي اكسبكت او نتوقع يكون عندي الموجه الرابعه المضاده اللي هي للاتجاه العام بثلاث موجات 3 كوركتيف ويفز لويف 4. هلا الموجه الرابعه ممكن تكون بعده اشكال، ممكن تكون كومبلكس، كومبلكس يعني عم نتكلم بشكل مثلث او تراينجل، ممكن تكون 3 كوركتيف ويفز داون لزياره مستوى 1265. بالنسبه للسيناريو اللي عم بشهده انا على اسعار الذهب، من المتوقع انه يكون عندي مثلث او تراينجل ممكن يكون عم نفوت فيها. فبهيدي الحاله وي اكسبكت انه يكون عندي هلا موجات بعد مضاده. شو يعني؟ خليني بس فرجيكم الاتجاه العام كيف عم اذا بدكم اعطيه التسميات. عندي ويف اي دبليو اكس واي، ويف بي، ويف سي. وي اكسبكت انه يكون عندي هلا موجات انخفاض بعد 1 2 3 لزياره موجه ويف سي، اوكي، ومن ثم ارتفاع ويف دي اي قبل الاختراق. شو يعني؟ يعني عم بتوقع انه طبعا الهيكليه تبع المثلث او تبع التراينجل بموجه رقم 4 هيدي كلها تلقب بويف 4. الهيكليه بتقول انه عندي خمس موجات ضمن المثلث اللي هي اي بي سي دي اي. فهلا وي اكسبكت او نتوقع بعد انخفاض لاسعار الذهب لتثبيت وزياره مستوى 1280 84، ومن ثم الارتفاع بويف دي واي قبل الاختراق او البريك اوت من هذا المثلث لبدايه موجه اندفاعيه جديده لزياره مستوى 1306 و1315. ولكن هلا بالنسبه لنا هذه المستويات اللي عم نشوفها بالنسبه لويف سي اللي هي تقريبا قرب مستويات 1280 83 رح نكون عم نترقبها بشكل دقيق، لانه اذا في حال تم اختراقها ممكن نكون سجلنا سيناريو مختلف اللي هو ويف اي ويف بي، ونتوقع انخفاض ويف سي لزياره مستوى 1265 قبل بدايه الارتفاع عن جديد. ف يعني على المدى الوسط للطويل نتوقع موجه اندفاعيه وبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد، ولكن هل يا ترى هذا السيناريو ويف 4 ترينجل او انخفاض اي بي سي؟ بعدنا منا متاكدين، لازم ننتظر بعد تاكيد اكثر. اوكي، هلا بالنسبه للدولار سويس والدولار كاد، استاذ يوسف صباح الخير. الدولار كاد ايضا رح نمر عليه. الدولار سويس، الدولار السويسي عنده علاقه عكسيه بينه وبين اليورو دولار. كل عمره الفرنك السويسي واليورو دولار طبعا كان عندهم علاقه ايجابيه، وبهيدي الحاله كانوا مثبتين الكروس بين اليورو والفرنك السويسري اللي هو اليورو سي اتش اف. ولكن بسنه 2016 الانهيار اللي حصل والكراش اللي حصل بكروسات اليورو سويس او بكروس اليورو سويس ومن وراء الدولار الفرنك السويسري او الدولار السويس، هيدا طبعا اللي اثرت
اذا بدكم علاقه الايجابيه بين الفرنك السويسري واليورو دولار، ولكن بعد عندي بعض العلاقه العكسيه بيناتهم. فبهذه الحاله مع انخفاض اليورو دولار اتوقع يكون عندي ايضا موجه بعد تصحيح بالاتجاه الصاعد للدولار سويس. ولكن هلا بالنسبه لنا كنا متوقعين ايضا انخفاض 3 موجات تصحيحيه، واكسبكت انه باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن ويف 8 قد انتهت عند هذه المستويات، ويف بي دخلنا فيها بمرحله افقيه، ويف سي تم تثبيت مستويات ال 100% في بوناتشي، اخترقنا تحتها بفولس بريك اوت ارتفاع عن جديد. هلا بالنسبه لنا ممكن يكون عندي بعد امل للعلاقه او للسيناريو الايجابي، ولكن ممكن يكون عم نسجل نمط او باترن انفرس هيد اند شولدرز، او نمط خلينا نقول الراس والكتفين بالاتجاه المعاكس. فاتوقع تكمله اتجاه الهابط بعد اكثر لتثبيت مستوى 09787، هذه المستويات المهمه جدا لازم نرجع نزورها ونثبتها بشكل قوي قبل ما نرجع نبتدي بالارتفاع. فوي اكسبكت هلا ويف داون او كوركتيف ويف داون للدولار الامريكي بشكل بسيط مقابل الفرنك السويسري لتثبيت مستوى 100% في بوناتشي، اللي هي عم نشهد فيها ايضا مستويات دعم مهمه جدا عم تشوفوا بالسابق. يعني بالنسبه لهذه الكاندلز اللي تم تثبيتها قبل، اوكي عم نشوف هذه المستويات مهمه جدا وزرناها كذا مره وطبعا تم تثبيتها. فبهيدي الحاله وي اكسبكت انذر تايم تنرجع نعمل ريتست لها واعاده امتحان. بالنسبه للدولار كاد، الدولار كاد من العملات الرئيسيه اللي كنا تكلمنا عليها. الدولار كاد بالنسبه لنا والرسوم البيانيه اللي ايضا كنا تكلمنا عليها، كنا يعني دخلنا على رسوم بيانيه مهمه جدا. خليني افرجيكم بس التحاليل التقنيه بالنسبه للدولار كاد. كنت دخلت على رسم بياني، كنا حددنا هذه الموجه اللي هي الموجه الصاعده، او خليني نقول ب ابورد رايزنج ويدج، تلقب برايزنج ويدج، اوكي. وهذه الرايزنج ويدج اللي هي تتضمن ب 7 سوينج هاي، 7 سوينج هاي بكل بساطه اللي هي اي بي سي، اوكي. اي بي سي يعني 3 موجات تصحيحيه، ويف اي، ويف بي، اوكي، وويف سي اللي هي تتضمن 5 موجات، 1 2 3 4 5، اوكي. فهيدا هو 7 سوينج هاي، 1 2 3 4 5 6 7. هلا بالنسبه لنا وي اكسبكت انه بيج ويف اي قد انتهت عند هذه المستويات، هيدي بيج ويف بي، وي اكسبكت بيج ويف سي اللي هي بعد ما انتهت. ليش بعد ما انتهت؟ لانه ايضا باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن، باستعمال هذا القاع اللي هي بيج ويف اي وهذه القمه وقمه ويف بي، اعطتنا بروجكشن بعد على مستويات ال 120 و115. فوي اكسبكت انه بعد على المدى الوسط للطويل، شورت تو ميديوم تيرم، ميديوم تو لونج تيرم، وي اكسبكت بعد بريك اوت. فبغض النظر عن هذه الموجه الاندفاعيه اللي ايضا كنا تكلمنا عليها، لانه ويف اذا بدكم الماينر ويف تبع ويف سي اللي هي اي بي سي ممنوع تخترق كانت قمه بي. فبهيدي الحاله بيج بي، فبهيدي الحاله كنا قلنا انه نحن لما وصل الدولار كاد لمستويات ال 137.20 كنا قلنا انه بندخل بمراكز بيع، وكنا حددناها وقلت لكم اياها بالجلسات السابقه، ووقف الخساره طبعا وستوب لوس كان اللي هي على التوب تبع ويف بي، لانه ماينر ويف بي لا ويف سي ممنوع تخترق القمة بي. هلا اتوقع انه الفري فول تكفي بالاتجاه الهابط، ما في شك انه ممكن نعمل موجات تصحيحيه بسيطه. هلا الاستاذ يوسف كرمال نكون واضحين اكثر بالتحاليل، رح ندخل على رسم بين ال4 ساعات ونقول انه ممكن يكون عندي خلينا نقول موجات تصحيحيه، ولكن مش من هذه المستويات الحاليه. المستويات الحاليه مثل ما عم نشوف انه عم تخترق كعان يوم بعد يوم، وما في عندي اذا بدكم نقاط دعم رئيسيه عم تقدر ترتفع فيها او ترتفع منها زوجة الدولار كاد. فاتوقع بعد بريك اوت لمستويات تقريبا ال 131 50 او 131 40، هذه المستويات المنتظره قبل ما نرجع نفكر بموجات تصحيحيه بسيطه. بكل بساطة الموجة اللي عم بتكلم عليها هي هذه المستويات اللي أيضا كان عندي خطوط دعم عليها وتم تثبيتها بالسابق. يعني هيستوريكلي سبيكينج لازم ناخذ بعين الاعتبار الانطلاق تبع الدولار كاد كان من هذه المستويات، من وراء ارتفاع الدولار كاد بمرحلة
افقيه مايله على ارتفاع، لان عم تشوفوا الفولاتيليتي اللي كان عم يمشي فيها الدولار كاد من ورا ما انخفض وثبت مرتين هذه المستويات انطلق بموجه اندفاعيه وامبلسيف ويف. فاتوقع انه من هذه المستويات 131 40 131 30 نرجع نعمل موجه تصحيحيه قبل ما نكفي اتجاه الهابط. هلا النيجاتيف كورليشن او العلاقه السلبيه بينه وبين الدولار كاد واسعار النفط بعدها موجوده، فبهيدي الحاله اكسبكت انه اسعار النفط تكفي بعد بالاتجاه الصاعد بعد شوي لزيارة تقريبا مستويات وقمم ال 54 45، هذه المستويات اللي موجود عندي ميجر ريزيستنس عليها ومقاومة رئيسية. نرجع نشهد إذا بدكم موجات تصحيحية بالاتجاه المضاد بسيطة، ولكن الدولار كاد عند انتهائه عندكم مثل 137.25 أكدت لي أنه ممكن يكون قد انتهى انخفاض النفط على هذه المستويات. ما في شك أنه كنا متوقعين نعمل بعد موجة أو ميسنج لاج أو بعد قاع جديد لأسعار النفط على مستوية 39.15، ولكن هذا الشيء ممكن ما نشهده لأنه الدولار كاد قد انتهينا من الارتفاع وطبعا ابتدينا بالإمبولسيف ويف باتجاه الهابط. هلأ بالنسبه للكورنسيز كنا مرهين عليهم، دولار سويس، دولار كاد، يورو، استرليني، اسعار الذهب، اسعار النفط. بالنسبه للامريكان اندسز داو جونز وايضا الاس بي 500 كنت حذرتكم بشكل دائم على الانخفاض انه هيدي 3 وي 3 كوركتيف ويفز، وي اكسبكت ونتوقع بعد موجه اندفاعيه باتجاه الصاعد لتثبيت مستوى 27500 و600، وعلى الاس بي 500 عندي بروجكشن ل 3100 او 3090، خلينا نقول كمرحله اولى 3090 و3120 كحد اقصى. اوكي، فعندي اذا بدكم رينج وتارجت على انه هيدي الثلاث موجات ولو كانت اندفاعيه ولو غدرت معظم المستثمرين والمضاربين على انه ممكن الكراش سايكل تكون قد ابتدت، ولكن بالنسبه لاليوت ويف وي تيك انتو كونسيدريشن 3 5 8 11، يعني هول عدد السنوات اللي بناخذهم على الاعتبار كرمال الكراش سايكلز. بسنه 2000 كان عندي شيء اسمه الدوت كوم كراش، بسنه 2008 سبلاي مورجج كراش، الفرق بيناتهم هو 8 سنوات. فاذا بنضيف 8 سنوات على 2008 بيطلع لي 2016 اللي هي ما ابتدى فيها اي كراش او اي نوع من الانهيارات، ولكن اذا بنضيف عليها 11 سنه لسنه 2008 بيطلع عندي 2019. فهو اكسبكت انه بالسنه سنة 2019 اللي نحن فيها بين شهر فبراير او بين فبروري خلينا نقول واكتوبر، وي اكسبكت انه الكراش سايكل تكون قد ابتدت، ولكن من هلا لوقتها موجة ارتفاع على الاس بي 500 ولا الداو جونز لا تسجيل قمم جديدة، ومن ثم بداية امبالسيف ويف وكراش سايكل ممكن تكون قريبة في هذه السنة. فبهذه الحالة هذا السيناريو بيدعم نظريتنا على أنه ممكن أسعار الذهب تكون بعد عندها موجة هبوط جديدة لتثبيت مستويات معينة، ولكن لازم ننتظر طبعا هذه المستويات ولازم ننتظر تأكيد وكونفيرميشنز من الشموع اليابانية اللي هي بتعمل إذا بدكم أو بتعكس psychological behavior ونفسية المتداول من خلال الشموع اليابانية. لازم ننتظر تأكيد وكونفيرميشن لنبتدي بهذا السيناريو السلبي والنيجاتيف سيناريو على الجولد. هلا بالنسبه للبيتكوين اذا بدنا نمر عليها او العمله الرقميه المشفره ما عندها اي شيء ضيفوا عليها. انتم بتعرفوا انه من اول ما كانت البيتكوين الفولاتيليتي تبعها مرتفعه جدا، وكنا عم نشهد اذا بدكم بعض السيناريوهات الضخمه عليها، كنت عم بقول لكم انه منا مغريه للشراء، على طول بدكم تنتبهوا منا لنرجع نبتدي بموجه هبوط جديده. رجعنا عم نتداول قرب مستويات 3500 3600. هلا ما في شك انه عم نسجل انفرس هيد اند شولدرز، ممكن اذا في حال تم تثبيت هذه المستويات الحاليه اللي هي 3400 3450 ممكن نعمل كوركتيف ويف لزياره مستوى ال 4700، ولكن اختراق اخر قاع اللي هو 3080 انا باكد لكم رح نرجع نزور مستويات ال 1500 دولار للبيتكوين، وطبعا الفوليوم عليها والسيوله اللي انضخت في البدايه على البيتكوين ممكن تزول، وطبعا يرجع اذا بدكم يتداول قرب ادنى مستوياته البيتكوين لنرجع نشوف مستويات 800 دولار وحتى اقل. بالنسبة ل diversity finance كنا شفنا الـ SP 500، الجولد تكلمنا عليه بثلاث موجات تصحيحية، اليورو كاد أيضا كنا تكلمنا بـ leading diagonal WXY أو خلينا نقول wave 1 وتوقعنا ارتفاع wave 2، وهذا بيمشي هذا الزوج بيمشي مع الدولار كاد. أوكي، وهلأ نحن في موجة اندفاعية wave 3 لزيارة مستوى الـ 140.
اليورو دولار ايضا اكسبكت يعني ويف داون مع الاسترليني، داو جونز اكسبكت ويف اب كنا تكلمنا عليها في البدايه، هلا ارتفع كثير داو جونز واوريدي ماشيين بالسيناريو الصحيح. بالنسبه للاسترليني ين كنا ايضا توقعنا انه عندي ويف اي اللي هي برايزنج واتش ايضا، او بخلينا نقول ليدنج دياجونال ويف اي تعتبر، ويف بي كنا تكلمنا ب اي بي سي 1 2 3 4 5 زياره مستوى 76.4% او 61.8 من خلال الفلاش كراش زرناها، وطبعا رجعنا ابتدينا بالارتفاع. اوكي اذا بنشوف هلا امامنا الجي دي بي ين او الكريزي كروس، خلينا نشوف الكريزي كروس امامنا لنشوف السيناريو اللي عم نتكلم عليه وين وصلنا فيه. جي بي بي جي بي واي ايضا من وراء الفلاش كراش ابتدينا بالارتفاع، يعني عم بتشوفوا هذه الشمعه كيف رجعت ترتدي، وبكل بساطه من اخر كا او من اللو للهاي صبنا مستويات 61 او 76.4 يعني بين ما بين، فبهيدي الحاله باكسبكت انه يثبت السعر هذه المستويات لمره ثانيه ونرجع نبتدي بويف سي على المدى الوسط للطويل لمستويات ال 166 وال 171. استاذ بلال بالنسبه للنيوزيلندي دولار، النيوزيلندي دولار هو من العملات الرئيسيه اللي بعده محافظ شوي صغيره على السيناريو تبعه، وعنده موجه ارتفاع واكسبكت انه كل الازواج اللي بتبتدي او اللي تتضمن نيوزيلندي دولار تبتدي بالاتجاه الهابط، يعني اليورو ممكن يضعف امام النيوزيلندي، يعني شورت يورو نيوزيلاند، جي بي بي نيوزيلاند شورت، كل الكراسز والاكزوتيك كراسز اللي تتضمن نيوزيلندي دولار لازم نتوقع انخفاضها، لان نيوزيلندي دولار محافظ على مستوياته، ومن وراء اذا بدكم هذا القاع من اخر قاع لاخر قمه شفنا انه تم تثبيت مستوى 76.4 بشكل دقيق جدا على نيوزيلندي دولار، وهذا الشيء اعطينا اذا بدكم سيناريو اخر ايجابي لنيوزيلندي على انه ممكن نبتدي بالارتفاع لمستوى 077 او 080. بالنسبه للعملات الرئيسيه كنا بالسابق او قديما نشوف عليها ايجابيه بشكل واضح على العملات الرئيسيه، يعني اليورو مع الاسترليني مع الاسترالي مع نيوزيلندي يرتفعوا سوا مع اسعار الذهب، ونشوف الدولار ين والدولار كاد والدولار سويس يمشوا سوا بالاتجاه المعاكس، ولكن بالوقت الحالي ومن وراء اذا بدكم الخليط بين الاقتصاد او التشنجات بين الدول الكبرى والفوائد اللي عم بتقدمها كل عمله لحالها، اصبح عندي اذا بدكم شوي نوع من النيجاتيف كورليشن او البوزيتيف كورليشن عم بتزول مع الوقت، فممكن نشوف الارتفاع بالنيوزيلندا، انخفاض باليورو، ارتفاع بالذهب، انخفاض بالدولار كاد، ارتفاع بالدولار ين، هذا الخليط بين العملات الرئيسيه عم بخلي سوق الفوركس يصير اخطر واخطر يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنه بعد سنه، مش هيك انطروا اشارات دقيقه، انطروا فرصه دخول مميزه خليها تكون جولدن اوبورتونيتي فرصه ذهبيه لدخولكم باي مركز، وكونوا حذرين من التقلبات ومن الفولاتيليتي. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لي بشكل يومي، كان معكم محل تكنولوجيا زف ظهريه من شركه تكمل مباشره على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، بشوفكم جلسه بعد الظهر اللي هي جلسه تعليميه وبنشرح فيها مؤشرات وطرق تداول واستراتيجيات تداول، او ايضا بجلسه صباحيه غدا، تابعونا بشكل يومي، الى اللقاء.